بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن كسو جرني كتاب كي أصول الإيمان أها وشمها عبد الوهاب سكلها أنه كان ميسانينا شرحي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ باب كي كواذا وليكو جرني باب معرفة الله عز وجل والإيمان به الله أو لقرته أو لأقوان صده لنا الرمي حديث فربضان باب كاسكو جرتي waxaan soo gaarnay xadiidkii 42-aad oo ku saabsan in Allaah la arkaayo maalinta qiyaamaha, gaar ahaan dadka mu'miniinta, waxayna la sii gaar yihiin marka jannada la galo inay rabbigood arkaan. Marka wuxuu leeyahay mu'allifku, وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال على قولي جريرين ويري كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان أكفر دني أما أنا بدقلي دوشي سأل الله هي لا إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ومركا أوفيري رسولك صلى الله عليه وسلم ديحي يدو أفريت من هذا فقال وحيري إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر idinku rabbigiin waad arki doontaan sida aad dayaxa u aragtaan oo 14-aadka ah oo markuu dhammaystirmowa bisha kale barkeeda laa tudaamuuna fii ru'yatihi la idinku ciriirin maayo alla aragtidiisa. Riwaayo kale oo laa tadaamuuna idinku isu dunmi maysaan si aad u aragtaan لا تضاموننا وروايك لأيدنا لأيد ما الظلمية حركت ذا ألا ومعناه هذا إذن كان نقصان مما يعني فإن استطعتم هديئة أودان ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس إن لإذن كقاعد كان صلاة كهر ريس قرح صباحا وصلاة فجر كئي وصلاة قبل غروبها هي صلاة الدكتان انت انا قرحت الدعين او عصر كي احلى وضع الصلاة دوت دي اد اوود والذيهين انا الذين كغا غالب نقنين ويسا ان كتين لوضع الصلاة دوت فافعلوا سمايا ووحيابها اللغوها لو اركت دعا اخر ثم قرع كدبحو اخري وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح معنى دكو يا لله يا رسولك صلى الله عليه وسلم بحمد ربك أذيكو كده يهان مهدين تربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح دكو وقبل غروبها صلاة عصرنا دكو جماعة ذا ورث يقول لي هاي حديث كان معنى أصحاب الكتب الستة أرمض قاركودنا إمام أحمد يكو الدران وكي الجماعة اللي وعكل الدون السلاحات كي هاد بسيطة qofka kitaabka alifaya uu asagu nidaamka dhigto. Wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay hadalkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ahaa kama tarawna alqamara leylata albadri laa tudaamuuna fii ru'yatihi waxaa ku jira buu leeyahay sugid la sugaayo in mu'miniintu ay rabbigood arki doonaan. Aragga alla la arkaayo wuxuu ka dhacaa banka qiyaamaha meeshii dadka la isugu keenaay. Sidoo kale aragtida alla waxay ka dhacdaa jannada dhexdeeda marka la joogo, marka meesha dadka lagu kulminayay intaan jannada naar la kala aadin, aragtidu dadka dhan bay u wada suganta. Kadibna munaafiqiinta ummaddan ka mid a yaa laga xijaabaa alle, laakiin sidoodaba iyagu gaaladu rabbigood marna uma arkaan oo alla waa laga xijaabay. Sida alla uu yidhi
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول ربي قد ما ننكاس وما نك قيامه هو كوى اللقى حجابي وأركي معايا. لكن أمدا كوى المؤمنين تدبتاه يكوى قال لما دقار سنايا رقيا هو ينبا الله أركايان مركبانك قيامة لتاقيه. بخاري حديث كيس وحاق وجل وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله وانت بنك لتاقناوا مدن با جوغيسا ومنافقين تودر اي كجران وقال سأل اوي ماذا او الى ربي ينبانا مركا ما نكا قيام وبنك لتاقين يا هاي ومدن مركا منافق ودي مؤمن كودو واركان على كدبنا منافقين تيها لغا حجابا على وحاسوهارا أركتي دي مؤمنين تأي ربي قد أركايا أركتي دي وينيد مركة آتك معانك بضنيت نعمة وين أهيد وحا لقيها لا إيادة جنة جنة اللي راي سيدي كجرتي حديثك إمام مسلم وصهيب كوري إلا الرماية مركة المؤمنين تأي ربي قد أركي دونان وإن دودك أركي دونان وحي أرين تأسوك ليسا رومين تلا رومين أي الله يا ملاك تيسا يا كتب تيسا يا رزوشيس سيد الشخص نعم تيمي وعقيد الوسطي وكل شيء تاسنا وحي نقول إيسا إن رأي جيس أوي هاي إن أركان إيمانكو آني مارته كلا تكسنين مدو الباء متك كلا وكدلنا أي سببتو إن الله الأركايو رومين تلا رومين حرير توصو موغدا كلمة دحيايو ملائكتي للرميناي لكن هذا نوح وكادق وحسو قلايا إن الله يا ملائكتي كتبتي رسوش للرميناي لكن ما ركتي سيء ضمني يوسو قليسا سوف تركانت إيمان كلا وكلا جرجاري كرو مدول بمدى كلا ويكادل نيسا ولكو حان لأنه أقول لي شارح رمينت للرميناي إن الله لا أركايو عيسو جلس أركانتي لهذا أحد إن قبر جلس كوع عذاب الدونه وضدك قارك قبر اللي جوع عذاب الدونه رومين تلا رومايا أركانتي لهذا عيسو جلس قرآن كي الله سود جي إن لا رومايو عيسو جلس أركانتي لهذا أحد يدو إسك عدا موت كتبتي قرآن كوميديا شو عمرك وحول لي شارحة هي أرنكاس وصحبه لي محايا متكستو تيرر كان كوميدا وحو كان سنايا متك كلا تا اسكبر دافع رومينتا ألا لا رومينا ايو يا وحو كان سنايا اين الرومي ايو أركان تانو دان رسوشا رومينتا لا رومينا ايا وحي كان سنايسا وكاد دالان ايا اين أركان تانو دان الرومي ايو كتوبتا رومينتا لا رومينا ايو وحاكا دالان ايا اين أركان تانو دان الرومي ايو سيدا سكوت مرك شخص يعني تبي مرك ولا يهي ومن أنت ربي قد بأركا يا مالك قيامها عنده هذيك أركا يا سي عضو عن شك كل جرم بأركا ما بيمانوه عيانا أنت عنده هذا مك أركا يا وحى لور الدنيا يا أما وكسوهر جيدا كوا يري الله ولا أركا آخره لكن عندها لقو ماركو لما أنا شاعر لا يراه هذا يا وحى سلقسو جوري يوم تريدي إيو الله هو الأركا يا بيلي لكن عندها الأركا ما يلي لكن ما قم عجزة اللي رأيوه أرك تدع اللي يكسور جيدان بويد يدين يو حابها أي كوعان بهم بيكميتا بدعوين كودا ووين أي كوعان بهم بيكميتا سوفت حديثي متواتر كاهيد إيه عقيدة دا أهيد إلا إنكره وأرن آد وين سيدا إن سرين تألا لا إنكره أكره marka ma gana shaacirada iyo nimanka ma turidiyada ah aragtu way jirtaa bay leeyihiin oo Allah waa la arkaya laakiin indhahana lagu ma arko meel maragtay laga fiirinayaana ma jirto meel naga jirana ma naqaanay leeyihiin waqti marka indhahan hadda caadiga ah ee Allah uu dadka ku abuuray ma hanbay leeyihiin ku arkaya Allah عندي بقى وحلو أبو رايا أود كلا وحلاليس وأركتدي معناها أيد أيكو أهانيس
عقلقنا وحا لغو أبورايا إيه تصوركي حوك كلا يا لغو أبورايا ود كلا أو مارت لغو قرطو لغو قارو عرق تدي مركا عرق اللي قوين جرى مركا وح لغو قار ما بقى هاي كليهين عرق تدي ألا وان طريق لسيم مراي كليهين اي وحي ليهين وح وح لغو أركا يا وام حي وح ألا وندكو أبورايا وح عصبه وحوق عصب درين عصب يا لو ابو راي لي اما عقل يقول لو ابو رايو اهما ركتي تصور سوون حوق لي درين كلو حوق له شارع عمرك وحول لي ارقاس وحو خلاف سي هاي نصوص تظاهر كيدو خلاف سي ما هي النصوص تظاهر كيدو وحو كتسينايا ان اركتيدا هل الاركايا اي تاهي مد ان دها لو اركايو سيدا رسول كوير صلى الله عليه وسلم حديث كان هذا والشيخ كتابك اللي في باب كان كسو أروري إنكم سترون ربكم إذن كربيين بعد أركي دونتان كما ترون القمر ليلة البدر سيدا آد وأركتان ضيحي هبين كفريتوناتك لا تضامون في رؤيته إذن كمنا عريريو ألا نوحو يري وجوه يومئذ ناظرة وجيال ما لنتا قيامي وامد إفايسا إلى ربها ناظرة ربي قيدنا في رنيس هو أركيس تاسمرك وحكيان سنيسا إن أركتي دل الشيء أي تاحي أركتي إن ديه كقارة سيدا درتي دباء الشيخ سلام تيمعوي عيانا بأبصارهم ووحن لغا الشك سنين أو شبهي عن كجيرين وهدنا إن ديه بلو أركايا اللي أتكين وأتكين أيوه سيد أهل السنة خلاف سيهين كويري الله وعلى الأركاء لكن ده لغو ماركو وعي كلا يرى ذان كو أسمع ركتاي أهل السنة ده كسو هرجي ده مؤمنين تو الله وي أركان لكن سي جهك أركي ما يام بيلي ومعنى الله إنو كسر رأيو خلق ييسا يدي ديهين ما سوغا يانتاس markay marka ay sarreyntii alle ay diideen ay yiraahdeen way arkayaan laakiin jiha laga arkayo ma jirto marka sheekh su'aal buu isweydiiyo wuxuu yiri oo hadii jiha laga arkaya aysan jirin iyo meel ay ka arkayaan say u arkayaan buu yiri marka sidee u arkayaan xaggeyna ku arkayaan waa jawaabeen kuwa ahlu sunnada khilaafsanaya waxay yiraahdeen xoog baa lagu abuuraa ay ku haleelaan aragtida ay ku gaaraan waxay leeyihiin alla meel kastuu joogaa haddii la yiraahdo alla meel kastuu joogaa sidee loo arkaa alaa kulli ahaan shaaricu wuxuu leeyahay caqli ahaan lama suuraysan karu leeya arrintaas sidaa darteed waxay yiraahdeen nimanka ahlu sunnada kasoo horjeeda aragtidu waa uun xoog alla uu maaragtay dadka u yeelaayo ay ku haleelayaan aragtida alle marka أهل العقل يقول مركب ورقة صوري أقول يهين ما سأدرت إذا معتزلت وعيكو يرى أن منك شاعر لها إذن كو عدكو هذا ليسان هذا الآن عقل يقلي كريم سيدو الذي هين وحبال الأركايا دينا ونقى جيرانا من نقانو أما هو إنا سرينتي ألاقات سكتان أما هو إنا عركتي دا إسكاد دفرتان مركب نمك بدعاد ويس خلافا موقته نمك معتزلة هاي ماشان ويكهلا مركا كوي كالي ولبنتي وكهلا سيدا درتيت دتكي نصوص ترعسانا هو سلف كينا كود ديانا اي هلا وكي لالي اني اس بران بران وهذا الكود او نغضا ميتس كهر امانا هلا انا علوبي اسوغان وان الاركا يابي رهدين لكن جهادا أي دادكو هادا الشيغان أهل سنو وحي ليهين هدي أد جهادا كوادان وحا خلقي كوادان كسر رأي هو عدم كنعة دا ألا خلقي كسو كسر رأي بي لي لكن يهدي جهادي اللي كوادو وح مخلوقة دا ألا وح مخلوقة كما دا حجره يا الله مخلوقات كيسو دم بو كسر يا
saasay leeyihin ahlu sunnadu. Shaarixu wuxuu leeyahay rasuulka sal slam qowlkiisa uu yidhi qowluhu laa tudaamuuna fii ru'yatihi, yacnii qaarkiin dhibkama soo gaaro aragtida alle ee mid kastoo adinka in kamid alle wuu arkaa isagoo maaragtay murtaaxa oo aan isciriirina aysan jirin, iyo xataa dadkii meel iskala fadhiyeen ay isu dulmaan, waxaasoo dhan looma baahna. Maxaa yeele alle wuxuu yidhi laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar, alle indhuhu ma haleelaan, haddii ay arkaan aragtidaasi ma aha mid alle koobaysa maaha, laakiin alle absaarta waa uu koobaa isagu. Aragtida alle waa aragti koobid la socoto. Marka alle markaan arkayno koobid la-aanteennu waxay shabahdaa sida aan u aragno samada noo dhow oo kale oo adduunka, laakiin aragtidaasi ma aragti koobid ay la socotaa maya, ee samada qaarkeed un baan aragnaa. Sidoo kale alle aragti laguma koobo, aragtida la arkayaahi macnaheedu maaha inaan koobayno maaha. Alle waa uu ka nasahan yahay in axad khalqigiisa kamida uu koobo aragtiga keyrkeedba uu ku koobo, sida alle uu yihi laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar. Marka isku shabahadaasi waxay ku timid xadiidkii laftiisa, sida uu yihi rasuulku sal allah slam, kama tarawna hada alqamara, sida aad dayaxa u aragtaan. Riwaayo kalena hal tudaaruuna, mal adin ku dhibaa buu yidhi fii shams, ee qoraxdii, laysa duunaha saxaab, oo daruur ka sokaysaana aysan jirin. Qof kastaba marka waa qoraxdii waa arkaaya, wax kugu ciriirinaya ma jiraan. Wejiga marka laysaga ekaysiinayana waa maxay? Aragtidiibaa aragtidii loo ekaysiinayaa, ee kii la arkaaya kii la arkaaya loo ekaysiin maayo. Yacni allah dayaxii shabaha ama allah maaragtay qoraxdii shabaha la dhihi maayo. Ahlucilm badan baa sidaas ku fasiray, xaqiiqadun waa sidaas. Marka in qalad laga fahmo maaha kama tarawna hada alqamara, in laga fahmo maaha in alle lagu shabahayo dayax, iyo aragtida unbaa laga hadlayaa. Marka aragtidan lagu sheega xadiista addoommadu aragtida ay rabbigood arkayaan maalinta qiyaamaha, waxaa lagu shabahay oo loo ekaysiiyey aragtida addoommadu ay arkayaan qoraxdii iyo dayixii. Waa xaggay markay isaga eg yihiin, waa aragti lagu kulansan yahay. Kii fogaa iyo kii dhowaaba waxbuu arkaa. Sidoo kale xaggii sare alle laga arkaa, laakiin taa macnaheedu ma aha in kii la arkaayey uu shabaho kii kale ee la arkaayey. Aragtidii baa marka aragtidii loo ekaysiiye wax kale maaha. Oo aragtida waxay aragtida kale u shabahda waxay tahay in aan laysu dulmaynin, in aan lays dulmiyeynin, in aan lays cariirinaynin, oo mid walba uu rabbigiis arkaayo ama wixii kale la arkaayo uu arkaayo iyadoo aan la dulminaynin. Waa aragtida aan lagu dulminaynin. Horaan usoo cadaynu leeyahay shaarixu in aragtidaasi ay dhacayso banka qiyaamo ay ka dhacayso, sidoo kale marka jannada la galana ay dhacayso. Weliba jannada marka la galo maalin gaaraha jirta sida axaadiistu ay sheegayso, oo alle uu ugu yimaado jannada ahlu jannada. Nicmo weyn baa alle marka u galaa dadkaas ahlu jannada. Nicmooyinka waaweynaana waxaa ka mid ah inay ahlu jannada ay ku raaxaystaan fiirinta ay fiirinayaan iyo aragga ay arkayaan wejiga alle. Alla markaa xeebka hufnaayee oo sarreeyee waa mid qurxoon, yacnii magaciisa waxaa ka mid ah aljamiil. Tilmaantaasina alle waa u dhammaystirantay. Quruxdaas dhammayska tiranna wax nuqsaanaysa uma galaan. Sidaa darteed yaa alle wuxuu yeelay adduunyadan dhow iyo makhluuqaadkiisa raadadkii quruxdiisa wax ka mid ah, oo dadka qaarkood baa alle wuxuu ka dhigay kuwa qurxoon. Wixii la beerayay qaarkood waxaa laga dhigay kuwa aada u qurxoon, aada indhaha usoo jiidanaya. Dayaxii wax qurxoon baa laga dhigay, qoraxdii wax qurxoon baa laga dhigay, cirkii wax qurxoon baa laga dhigay, dhulkii waxaa maaragtay ka buuxa wax qurxoon oo qofku markuu fiiriyo uu aada ula yaabayo.
cuntooyinkii iyo wixii la labisanayay iyo midabadii iyo waxyaa fara badan oo aad u qurxoon baad arkaysaa. Marka waa raadadkii magaca Alle Aljamiil ahaa, maxaa yeelay Alle waa jamiil, sidaa Imaam Muslim uu wariyey oo Rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yiri, ina allaha jamiilun yuxibbu aljamaal, Alla waa qurxoon yahay, quruxdan Alla waa uu jecel yahay. Marka daatadiisu way qurxoon tahay, tilmaamihiisuna way qurxoon yihiin, afcaasha Alla uu samaynayana waa qurux badan tahay. Ibnu Qayyim wuxuu yiri qasiidadiisi nuuniyada ahayd, wuxuu leeyahay wahwa aljamiilu cala alxaqiiqati kayfa laa wajamaalu saa'iri haadihi alakwaani min bacdi aathaari aljamiili farabbuha awlaa waajdaru cinda dhi alcirfaani fajamaaluhu bidhaati walawsaafi walafcaali walasmaai bilburhaani. Alla waa mid aada u qurux badan dhab ahaan, xaqiiqada isagaa qurux badan Alle. Sida markataas aysan u dhacaynin uusa Alle maaragta mid qurux badan u noqonayn, iyadoo makhluuqaadka kaloo dhan quruxdoodu ay tahay wax yar un qayb ka mid oo raadadkii magacaas Alle Aljamiil ah. Marka maadaama ay sidaa tahay, Rabbigii abuurtay makhluuqaadkaas yaa uga awleysan oo ka mudan inuu ku tilmaanaado quruxda. Marka quruxda Alle waa xag daata iyo xag tilmaam iyo xag afcaal iyo xag magacyo iyo kulli ku tacalluqdaa, oo xujadu sidaasi ku tusanaysaa. Aada bay marka dadku ugu raaxaysan doonaan aragtida Alle ay arkayaan, oo codkii Allay maqlayaan, oo uu salaamayaa Alle, afcaashiisii wanaagsanayd iyo daatadiisa quruxda badnayd. Marka wax hadal lagu koobi kara maaha. Marka wuxuu shiikhu ku ducaystay, Allow naga dhig buu leeyahay kuwa ku raaxaysan doona aragtida wejigaada sharafta badan, annagoon wax dhiba arkin, waxaadna Allow naga dhigtaa kuwa aada dembi wada dhaaftay oo aada fadligaas aada gaarsiisay. Marka masaladan ah in Alla la arki doono yowmul qiyaamo iyo jannada waa masaa'isha waaweyn bay ka mid tahay. Qofkii marka yaqiinsada wuxuu u baahan yahay inuu u shaqaysto si uu faa'iidada u gaaro, sababtoo iimaanka iyo rumayntu waa hadal lagu hadlo iyo ictiqaad la ictiqaadiyo iyo camal la sameeyo oo xubnaha laga sameeyo. Rukni kasta iyo tiir walba oo tiirarkii iimaanka ka midana wuxuu kugu bixinayaa inaad camal samayso. Caqiidada Islaamku ma aha sida kuwa maaragta diimaha qaarkood wax laahuut iyo la yidhaahdo oo aan camal la soconin ma aha. Caqiidada Ahlusunnada dhammaanteed waxay kugu bixinaysaa inaad camal samayso. Sidaa darteed, hadduu iimaanku caqiide saxa uu gaaro, wuxuu kugu bixinayaa isla markiiba inaad wax wanaagsanna samayso, hadal wanaagsanna ku hadasho. Arkaantii iimaankii saddexda ahayd ee ahayd hadal lagu hadlo iyo ficil la sameeyo iyo ictiqaad qalbiga lagu gunto waa wax maaragta kala dhalanaya oo isku wada xiran. Maxaa yeelay ictiqaadka marka la helo waxaa ka dhasha in camalkaadu uu sax noqdo, sidoo kale waxaa ka dhasha in hadalku uu sax noqdo. Sidaa darteed wuxuu ku leeyahay, ha u malaynin in ahlu sunnuhu markay masaa'ishan baarbaarayaan ay baarbaaritaankooda uu yahay wax uun iska afkaar keliya ah ama falsafo ah ama la leeyahay caqliga maaragtay loogu raaxayna iyo wax noocaas oo kale. Waxay u baarayaan waxaa ku jira hoggaansan loo hoggaansamayo nusuustii kitaabka iyo sunnada. Haddii adigu marka aada yaqiinsato oo wax hubaalay agtaada ka noqoto in qur-aankii uu yahay hadalkii Alle, wax kuu furan baa jira inaad qur-aanka raacdo moogi oo aada cajiibto wixii qur-aanku kuugu yeeraayo. Haddii ay agtaada hubaal ka noqoto in muuminiintu ay arki doonaan Rabbigood maalinka qiyaamaha, munaafiqiinta iyo gaaladana loo diidi doono, qofkii jannada galana uu Rabbigii arki doono, nicmada ugu weynan ay taa tahay, taasi waxay kugu bixinaysaa inaad camalkii hagaajiso.
qalbigaadana aad ka sifayso xumaan oo dhan. Oo waxaan Allah ahayn jacaylkooda, iyo waxaa la necab yahay jacaylkooda, iyo yaad iska ilaalinaysaa in qalbigaada laga helo. Waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka ku dhaca waxaa ka mid ah in qofka qalbigiisii laga helo Alla waxaan ahayn inuu jecel yahay, oo waxaan jacaylkooda la ogolayn. Haddii marka qalbigaada adduunye jacayl uu ka buuxo, iyo wixii lagu raaxaysanayay, iyo maaragtay shahwaadka jeclaantooda, iyo magac inaad jeclaato, iyo inaad caan noqoto inaad jeclaato, xoolo jacayl, tuxiidkii qaar baa kaa nuqsaama, dhib weynna waa ku soo gaaraa. Laakiin qofku hadduu naftiisa la jihaado in maaragtay Alla qalbigiisa uu ku jiro, oo Allana qalbigiisa uu ku weynaado, qofkaasi meel weyn buu gaaray. Athar buu soo arooriyey, laakiin aan macnaha sanad la yaqaano ku soo aroorin. Maa wasicatnii ardii walaa samaa'i, aniga dhulkayga iyo cirkaygu midnaba iima waasic noqonin. Walaakiin wasicanii qalbu caabdii almu'min, ee waxaa waasic ii noqday addoonkaygii mu'minka ah qalbigiisii. Macnaha waa jacaylka iyo aqoonta uu ii leeyahay taasuu marka uu ugu waasic noqday. Maxaa yeelay Alla wuxuu ibni aadamka ku gaar yeelay in qalbigiisu uu awood u leeyahay inuu Allaah aqoon u yeesho. Hadba inta qalbigu uu xamili karo, qalbigu sidoo kale wuxuu waasic u yahay oo uu awoodaa inuu Allaah rumeeyo, Allihii dhammayska tirnaa. Sidoo kale raadadkii magaceedii Alle iyo tilmaamihiisii waxaa ka caajisay samaawaadkii iyo ardadii. Qaar baa samaawaadkii ku jira, qaar baa dhulkii ku jira, qaar baa malaa'igtii ku jira, qaar baa dadkii ku jira. Laakiin qalbiga addoonka mu'minka isagu waa uu maaragtay haleeli karaa, wuxuuna ogaan karaa raadadkii magaceeda Alle iyo tilmaamihiisi. Kan marka waa baab aada u ballaaran buu leeyahay, oo raadadkii caqiidada saxiixa ay qalbiga ku reebayeen ah. Oo qofku marka ugu horreysa uu bilowga ku yahay caqiidada barashadeeda uusan dhaqso u dareemaynin, laakiin marka uu marxalo gaaro oo uu dareemayo, gaar ahaan raadadka magaceeda Alle iyo tilmaamihiisi ay leeyihiin, iyo raadadka maaragtay ictiqaadka qalbiga ku jira, oo wixii baa mar walba qalbigiisa ku jiro oo waa baraarugsan yahay qofkii, wuxuuna dareemayaa weynida caqiidadan. Marka waa in mar walba lagu celceliyo, sababtoo ah qofku markuu cilmiga bilow ku yahay, maskaxdiisu waxay ku dadaalaysaa inuu ictiqaadka si fiican u suuraysto, oo adiladii uu fahmo oo uu weeleeyo. Markaa kadib qofku wuxuu dareemayaa inuu u guuray raadkii ictiqaadkaas ka dhalanaya. Awal waa uu maaragtay naftiisu la jihaaday, laakiin kadib wixii way u sahlanaadeen. Wabillaahi tawfiiq.